حولت التساقطات المطرية التي شهدتها مدينة طات مساء يوم أمس الثلاثاء شوارع وأزقة حي ميمونة إلى أوحال نتيجة الحفر العشوائي لإعادة تهيئة الشبكة المائية. وأثارت الحالة المزرية التي بات يعيشها الحي المذكور والذي تحولت مختلف مناطقه إلى أوحال وبرك مائية انتشرت حتى أمام أبواب المنازل نتيجة لأشغال أقل ما يقال عنها أنها عشوائية انطلقت منذ أسابيع ولا يعلم إلى حدود اليوم متى ستنتهي. أثارت حفيدة الساكنة بحيث عبر العديد من قاطني هذا الحي الشعبي عن استيائهم من الوضع ومن لا مبالاة المسؤولين بكل من الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء الشاوية من جهة والمجلس البلدي من جهة ثانية. ووفقا للصور والفيديوهات التي توصلت بها مجلة 24 علما أن هذه الأخيرة سيقوم طاقمها بزيارة الحي المعني لإنجاز روبورتاج في هذا الشأن مدعوما بآراء وتصريحات لساكنته يظهر جليا أن طريقة الحفر والأتربة والأحجار المتراكمة التي خلفتها الأشغال المنجزة بطرق غير احترافية وبآليات وأجهزة تقليدية تشير أن المقاولة التي رست عليها الصفقة لا تتوفر فيها الشروط اللازمة لإنجاز مشروع كبير كهذا والذي يهم الماء الصالح للشرب. في سياق متصل أبرزت المعطيات أن الأشغال المنجزة غير مطابقة لدفتر التحملات خاصة أن عملية الردم استعملت فيها أتربة عادية في بعض الأزقة فيما استعمل نوع من الرمال بشوارع وأزقة أخرى دون الحديث عن العدد الكبير من لبنات الترصيف التي تم إتلافها علما أنها أنجزت من قبل الجماعة ودفعت مصاريفها من جيوب دافعي الضرائب إضافة لغياب لوحة إعلانية للتعريف بالمشروع وغياب المراقبة من قبل الليجان المختصة بتتبع الأشغال. من جانب آخر أشارت مصادر أن الصفقة المتعلقة بهذا الورش الكبير بلغت أزيد من مليار سنتيم كانت من نصيب أحد أقارب المسؤول بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء الشاوية بسطات. ترقبوا تفاصيل أخرى عن هذه الصفقة ورد الجهات المسؤولة في خبر لاحق عاجل.